والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهاداً عظيماً، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر، وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال النووي: هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة. يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل 10 أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام 10، وإن أفضل 10 ليال من ليالي المسلم على الإطلاق 10 ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين 10 أيام وبين 10 ليال، أفضل 10 أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل 10 ليال تلك التي كانت في رمضان في 10 الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام 10 من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام 10، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه 9، يعني 9 ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة، هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام 10 التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا 1000 مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام 10: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات 5 من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد.
من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق، ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم.